حب جنة انا عشت فيها، قرب وفرحة حلمت بيها، ده اللي بيه. حسام حبيب يعود لشيرين بعد خروجها من المستشفى ووالده يفضحه. قلت لك بلاش تفاصيل جديدة إلى العلن. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريح على مواقع التواصل الاجتماعي. شيرين ترفض عرض منى شلبي، هل تترك مصر؟ أثار حسين حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى وتحسن حالتها الصحية بعد ما يقارب من شهر من احتجازها فيها. وفوجئ متابعو والد حسام حبيب على فيسبوك بنشره مجموعة تدوينات تتحدث عن رغبة بعض الأشخاص في العودة والحنين للماضي، حيث كان من أبرز المنشورات مقطع فيديو وقول مقتبس من الكاتبة آية شعيب تقول فيه: شايفاك يلي عايز ترجع للإكس، افتكر إني قلت لك بلاش. الحنين للماضي منطقي بس مش مبرر. فيك من طبعي، فيك من روحي، فيك كل اللي بتمناه. كما كان قد شارك بعد 24 ساعة فقط من خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى منشورا قال فيه: وتظن أنها النهاية ثم يصلح الله كل شيء. هذا ولا يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنانة المصرية شيرين ينشغلون بآخر أخبارها، خصوصا بعد خروجها من المستشفى، محاولين الإطمئنان على صحتها. الجديد هو ما كشفته مجلة لها، إذ قالت إن شيرين عبد الوهاب تفكر جديا خلال الساعات المقبلة في تحضير أوراقها من أجل السفر إلى أحدى الدول الأوروبية من أجل النقاهة والاستجمام قبل العودة لاستكمال نشاطها الفني في القاهرة. وبحسب ما ذكرت مجلة لها، فإن الممثلة المصرية منى شلبي كانت قد عرضت على شيرين قبل دخولها المستشفى أن تسافر رفقتها للنقاهة إلى أحدى الدول الأوروبية من أجل العلاج، ولكن شيرين رفضت وقتها بسبب تحضيرها لحفل غنائي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وحكايات الحب لسه بنقرأ عنها طول ما لسه الليل. هذا وكانت شيرين خرجت منذ يومين من المستشفى بعد الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا عقب طلاقها من حسام حبيب، حيث أعلن الخبر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك في منشور على حسابه عبر فيسبوك قال فيه: الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلامة من المستشفى، هي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزمتها، وأنها ستتحدث في فيديو خلال ساعات. وتفاعل عدد كبير مع هذا الخبر، إذ عبروا عن سعادتهم لعودة شيرين إلى منزلها، متمنيين أن تعود إلى جمهورها وتلقاهم في عدد من الحفلات كما اعتادوا عليها.